هل كل حملة من حملات الحج إذا وصلت إلى مزدلفة تؤذن للمغرب والعشاء، ولو تفاوت وصول كل حملة عن الحملات الأخرى؟ هل إيش؟ هل كل حملة من حملات الحج إذا وصلت إلى مزدلفة تؤذن للمغرب والعشاء، ولو تفاوت وصول كل حملة عن الأخرى؟ لا، ما ترتبط بعضها ببعض. من وصل إلى مزدلفة يبادر بالصلاة، ولو ما جت الحملة الثانية أو الثالثة ما يرتبط هذا. من وصل إلى مزدلفة من الحملات يصلون، يبادرون بالصلاة، ولو كانت الحملات الأخرى ما وصلت، كل من وصل يصلي. نعم.